أنساتي سادتي، خالص تحياتنا التي لا تعد ولا تحصى، وإليكم العناوين. برلماني: بهذه الهيئة سيعود زمن الفن الجميل في رمضان. تركيا تواصل كبح حرية التعبير على الإنترنت. تفاصيل الأخبار بعد الفاصل. إليكم تفاصيل الأخبار. أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية أن الرقابة هذا العام على المسلسلات وبرامج شهر رمضان ستكون جيدة لتدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والدور الرقابي في متابعة ومراجعة محتوى أعمال هذا العام. وقال: إننا نمتلك الآن رقابة حقيقية على المسلسلات الرمضانية وكل ما يعرض على شاشات التلفزيون، بعكس ما كان في الماضي حيث أن الدراما والبرامج فيما سبق كانت مليئة بالألفاظ الخارجة والخادشة للحياة وشتائم. جاهزة جاهزة. ديكي جالي وشكله تعبان. إيش معنى؟ قلت له: بوس يا أخويا، بس ما تقولش للبرلمان. ماليش في الرقابة وقلبي هافف. إيش معنى؟ أموت أنا في البوس الهادف. ماليش في الرقابة، يا ريت يسيبونا. إيش معنى؟ هو أنا لاقية ديك علشان يراقبونا؟ طردت من العشة وقلت: يا خرابي. إيش معنى؟ أصلهم هيفعلوا الدور الرقابي. قالت مجموعة تركي بلوكس لمراقبة الإنترنت أن السلطات التركية حجبت موقع الموسوعة الإلكترونية المفتوحة ويكيبيديا ضمن خطوات يصفها متقدم الحكومة بأنها كفح لحرية التعبير على الشبكة العنكبوتية، وتتهم مجموعات مراقبة الإنترنت تركيا بحجم مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك ومراقبة الإنترنت. جاهزة جاهزة. صاحبتي التركية بتقول لي الوضع خطير. إيش معنى؟ بيحرموا ديكم من حرية التعبير. ما تيجي يا أختي تترقبي وياي. إيش معنى؟ اللي بيقفشوه هيلفوه في ملاية. يا أردوغان ما تخافش، أنا فرخة فايب. إيش معنى؟ أسراري في العشة، ماليش في الأونلاين. في نهاية النشرة إليكم أهم ما جاء بها. برلماني: بهذه الهيئة سيعود زمن الفن الجميل في رمضان. تركيا تواصل كبح حرية التعبير على الإنترنت. يحفظكم الله في رعايته، وإلى اللقاء.